شدوني مش داونا الكوميسايا في المعرف. حيدوا لنا الصماطي وكتفونا بهم اللور. لا باش ديال ما نقدرش نعيط عليكم مباشرة. الحسن الثاني ارسل الاخ ديالي القدافي. بعثوا للمهدي مكة قال له انه الملك راغب ترجع بلاد. وإلا قلت له راني غندي لو موند الملك غادي يقول لي هذا حمق. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج حكايات. ضيف هذه الحلقة هو السي مبارك بودرقاء الشهير بعباس أيام سنوات الستينيات والسبعينيات في التنظيم السري والموازي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. طبعا من خلال الضيف ديالي يظهر أنه سنتوقف عند عدد من الأحداث الساخنة إبان تلك الفترة ومن ضمنها التنظيم السري والموازي وقضايا أخرى. السي مبارك مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. شكرا سي يوسف. طبعا أتوقع أن الحديث سيكون شيقا مع السي مبارك مرقا خصوصا أنكم عشتوا واحد العداد من الأحداث السياسية والاجتماعية اللي كانت ساخنة في فترة ديال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. أعتقد أنه يمكن أحسن بداية اللي يمكن نبداو لنا وفيها يعني ظروف التنزيل ديالها هي تتعلق بالكتاب ديالكم اللي اكتصدرته مؤخرا بعنوان بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة في واحد العداد من المعطيات لربما كنعتقد بأنه لأول مرة تكتب. كانت هناك نطرات هنا وهناك في بعض الإصدارات وبعض المجلات على قلتها ولكن ربما لأول مرة تصدر كتاب غني في معطيات كثيرة طبعا من وجهة نظركم الذاتية إلى غير ذلك. المثير فيه أكثر هو وأنتم تتكلمون على تأسيس جبهة البوليساريو وعلى مؤسسها الولي السيد. الولي السيد كان السي مبارك من الأصدقاء ديالك ولا بغينا نقولوا من الرفاق ديالك؟ تعرفت عليه هنا في الجزائر في الحقيقة، ما تعرفتش عليه هنا في المغرب. احنا علاش بغينا نبداو لأنه فعلا كيفما الحديث يتزامن أيضا مع ما حدث في الآونة الأخيرة في قضية الصحراء المغربية والحدث اللي كان ديال معبر الكركرات كتب عنه الكثير وقرأ عنه الكثير ولكن هي فرصة أيضا ربما يمكن نشوفوا الوجه الآخر اللي كيعتبروا الكتاب واللي كيعتبروا الباحثين ربما لا يكتب بشكل كبير ولا زعما ما تنوضعوش تحت الصورة بشكل أكبر. حبذا لو تشرح لنا وتوضح لنا من وجهة نظر ديالك وكما جات في الكتاب قصة نشأة البوليساريو ومؤسسه. غادي نبداو من البداية، يعني غادي نبداو من 59 بعد حل جيش التحرير. يعني وقعت المعركة ديال كوفيون حيث تحالف الجيش الفرنسي والجيش الإسباني واستعملوا الطيران والمدفعية وجيوش قوية وتضرب جيش التحرير وتحل والتحقت البعض المجموعة منه إلى الجيش الملكي. يداك عناصر المقاومة على رأس الفقيه البصري فكروا في أولاد هذوك الناس اللي كانوا كيقتلوا معهم وجابوا واحد شي 180 واحد ولا 160 جابوهم من تماك وداوهم لواحد الدار سميتها دار التوزاني في الدار البيضاء ومن ضمنهم الولي ومن ضمنهم يعني بزاف العناصر اللي موجوده اللي خلقات القياده بما فيهم الشيخ بيدي الله وبما فيهم بزاف ديال العناصر كلها اللي كانوا اطفال ديك الساعه وداروا الابتدائي تماك ومن بعد فرقوهم على الثانويات ما بين الدار البيضاء وما بين الرباط. ثم هاد الشباب كله ايضا التحقوا بالجامعات وهناك اشتد عودهم وبداوا كيفكروا لما نجات بما فيهم الوليك انه علاش ما يكملوش ذاك العمل اللي بداوه ابائهم هو انه يحرروا ما تبقى من الصحراء المغربيه. وتشكلت واحد اللجنه كيترأس هذيك الساعه الولي فيها مجموعه ديال العناصر فيها عمر الحضرمي فيها بيدي الله واحد المجموعه ديال الشخصيات وبداوا واحد العمل كيتصلوا بالقيادات السياسيه. اتصلوا بالاستاذ المحروم المرحوم علال الفاسي واتصلوا بالمرحوم عبد الرحيم بوعبيد والمرحوم علي عطا وكيعرضوا عليهم انه هل حنا بغينا نديروا نشكلوا جيش تحرير جديد تقريبا. هذه الفكره اللي كانت في الاول. هذه الفكره اللي كانت في الاول هنا. لما شافوا السي عبد الرحيم بوعبيد وهضر معهم وقالوا لهم شنو بغيتوا؟ قالوا بغينا السلاح. قالوا ودي احنا حزب ما كنعطيوش السلاح، السلاح خصكم تشوفوه مع الدوله احنا ماشي دوله. وحولهم على السي محمد اليازغي.
سي محمد اليازغي حتى هو التقى بهم وحولهم على الخصاصي اللي كان يداك يعني رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. فوربت لهم الارتباط مع العناصر اللي كانت موجودة في الخارج. ديك الساعة سافر الوالي. العناصر ديال الحزب. ديال الحزب اللي كان الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني خواش. نعم. سافر ومن تماك مشى للجزائر الوهران على الخصوص والتقى بجوج العناصر. الذي استعجب الذي استغرب منهم الولي الكفاءات ديالهم والتكوين ديالهم اللي فيهم محمد بن نونة اللي كان معروف انه محمود اللي مشهور محمود هو اللي كان قاد العمليه اللي تحقت بجبال الاطلس وتلقى ايضا بسميته ابراهيم التيزنيتي النمري المعروف بالنمري اللي كان احد قاده جيش التحرير في الصحراء وكان كيعرف الصحراء يعني معرفه دقيقه واستغرب الوالي كيحكي لي استغرب من داك ديال المعرفه ديالو القبائل والمناطق ديالها وكيفاش انه يعني عايش مزيان فبالتالي مشى كي فلما التحقت انا بالجزائر وتسلمت يعني ديك الساعه انا كنت لما دخلت خرجت من هنا في 22 مارس 1973 مشيت من هنا سميتو من بعد التحقت بالجزائر ديك الساعه عرض عليا الفقيه البصري شنو غادي دير قلت له انا غادي نرجع للمغرب يعني قال لي قلت له انا ما نقدرش نجلس لان لما كنت يعني هنا في المغرب كنت تنسافر كنا كنسافر لليبيا سريا كنسافر للجزائر كنسافر لفرنسا هادشي بشكل سري يعني بشكل يعني الجزائر بشكل سري والاخرين كنسافر ولكن في اطار عمل سري يعني ما معروفوش كنت يمكن نجيو ليه بالتفصيل كنت خالية هنا ولكن ما كنخبرهم شيء بحيث استغربوا انه لما يعني فضحت الاشياء كيفاش كنت نشتغل معهم كانوا عندي جوج الخلايا ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه في حي يعقوب المنصور وما كنتش كنحددهم على العمل السري كنا كنديروا نضال يومي مثلا على الحي الضوء والماء وهذه المسائل كنت نحررهم رسائل العماله وكينجزوا لهم داك الشيء كنا كنديروا عمل سياسي محض وكنت في الخليه المركزيه ديال الرباط اللي كانت ترأس هذيك الساعه السي عبد الرحمن بن عمر وكان فيها مجموعه ديال الاطر ديال الحزب محامين داك الشيء كنت نشتغلوا في اطار العمل يعني واضح سي ما عندوش علاقه بالعمل السري اللي كنت نشتغل فيه انا بحيث الجميع تفاجئ قلت لما مشيت لتماك هذا هو كان الهدف ديالي ان نرجع ولكن لما اشتد الخلاف ما بين الفقيه البصري والعناصر الاخرى لما كيتسائل علاش هذوك الناس دخلوا بديك الطريقه شكون العناصر الاخرى مثلا على راسهم ما يعرف بالميد احمد خير لانه هو اللي كان اشرف الاشراف المباشر على ادخال هذوك المجموعه بديك الطريقه ديال 73 كتقصد ديال 73 كان قصد ان ديال 73 مولاي بوعزه بحيث يعني لباس عسكري وعلى شاحنه مكشوفه وباش يضربوا 500 كيلومتر يعني عمل ماشي يعني مفضوح بالبدايه غير من ما تقبطوش من النهار الاول بخير يعني في المهم لما وصل قال لي ودي خصك تجلس هنا ما خصك شيء تمشي فتسلمت تنظيم في الجزائر وكنسال شكون اللي دار هذه العمليه شكون اللي دار هذه شكون اللي دار هذا حتى واحد تيقول لك ماشي انا كل شيء كينكر شكون العمليه كتقصد يعني اي عمل اي عمل اي عمل تنظيمي شكون اللي قرر باش يمشي هاد الناس شكون اللي اي عمل شكون اللي يديروا المهم حتى واحد ما كيبغي يتحمل المسؤوليه فاخذ صدرت اول قرار وانه اللي بغى ياخذ شي قرار خصو ياخذه مكتوب باش تكون واحد الاثار عندها واحد المسائل وكذلك كان اسمح لي سي مبارك دابا هنا كتقصد العمل داخل التنظيم هذا ماشي داخل الحزب لا داخل التنظيم ولكن هادو كلهم راه كانوا محسوبين على الاتحاد الاتحاد وهذه القضيه ديال غادي غنفصلوا فيها معليش نفصلوا فيها فيما بعد الا بنعطيوها في حوار ثاني غادي نفصلوا فيها نرجعوا الان تسلمتي المهام تسلمت المهام انه بغينا نرجعوا للعلاقه ديالك مع مؤسس البوليزاريو مع المنشاه فهاد المشاهد متبع معنا فهاد تسلمت المهام تعرفت على الوالي الوالي في الجزائر في الجزائر تعرفت عليه انا الذي كنت استقبله انا اللي كنستقبله انا اللي كنخلص لهم ليبيا
يعمرو نشاب بقدا 20 عام 25 عام هذا هو فهاد السن هذا. كيف كان اللقاءات الاولى معه؟ يعني لقاءات رائعه. اولا هو شاب مثقف يعني ذكي يعني سهل تنسجم معه يعني حوار تذكر في الشعر تذكر في الثقافه العامه تذكر في السياسه دقيق في المسائل ديالو كيبغي المسائل مضبوطه وهذه المسائل يعني كان وديع يعني راجل وديع بحيث المصاريف ديالو ولا الاقامه ديالو ديال لوطيل حنا انا اللي كنت كنسددها له هذه المسائل وما كانش عنده علاقه بالجزائريين نهائيا نهائيا. الجزائريين ديك الساعه كانوا مركزين على واحد الشخص سميتو ادوار موحى لي زون بلو. شكون هذا ادوار؟ هذه ادوار موحى واحد من 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 ورزازات يعني كيدعي انه هو الرجال الزرق يعني كانه ديال الصحراء وكان مرتبط لا مع المخابرات المغربيه ولا مع المخابرات الجزائريه كان يعني بجوجهم كي وهما ما كانش عندهم اتصال نهائيا بالوالي والجماعه ديالو. دونك بقات العلاقه بينك وبينه؟ بقات العلاقات كنا كنتشافوا كنتذكروا وكنتذكروا لان حنا وقفنا العمل المسلح في هذه الفتره هذه وقلنا انه كان من الخطا انه بدينا كنفكروا وهنا فين جات توطيدات العلاقه مع الوالي انه الا بغينا نديروا العمل المسلح غادي نديروه ضد الاستعمار الاسباني ولكن ما يمكننا ننطلقوا الا من تندوف. فهذاك الصيف ديال 73 كان كينعقد ذاك الموسم ديال تندوف وبعثنا بثلاث عناصر انهم باش يشوفوا كيف ممكن يشتغل الانسان كيف فيها الوالي وكاين اي تقدر وكاين بنيحيه مشى مع بوزاليم حتى هما فباش نستطلعوا امكانيات الشيخ اجواء في تندوف اجواء في تندوف. الكل جاء انه ما يمكنش نشتغلوا في تندوف بدون ما تكونش الموافقه ديال السلطات الجزائريه والعمل اللي كيدار جميعا اللي دار من قبل سنهضر ما كنهضرش على عهد بن بلا عهد بن بلا كان واحد الاتصال مع الاخوان ديالنا وكيسهل لهم الامور لما تسلم بومدين السلطه في انقلاب ديال 19 جوان 1965 واطاحوا بن بلا ولات واحد المعامله اخرى مع الاخوان ديالنا وبالتالي كاين واحد العمل كل اللي كيدار بدون علم السلطات داكشي اللي كيتقال ان المخابرات الجزائريه هما اللي كتسلح هي اللي كتعطي داكشي لا اساس له من الصحه التنظيم تسلح التنظيم لا اساس بحيث دخول الاخوان هذاك والدليل على ذلك انه لما وقع 3 مارس المرحوم الحسن الثاني يعني عيط القائم بالاعمال الفرنسي هنا لان ما كانش السفير يعني سحبته في فرنسا من 29 اكتوبر بعد اختطاف المهدي من بكره 65 سحبت السفير كان قائم الاعمال هنا قال له غادي تمشي عند رئيس الجمهوريه اللي هو بومبيدو وتقول له كاين واحد الاتفاق عسكري بيناتنا والان وقع هجوم جزائري تعتبر ان هذوك الجزائريين اللي سيفطوهم ضدنا فخص نفعلوا ذاك الاتفاق. ففعلا بومبيدو جمع القياده الجيش والمخابرات وكلفوا الكسندر دومارانش اللي هو كان مسؤول على جهات الاستخبارات الداخليه والخارجيه باش يعطي تقرير حول الدور ديال فاعطى تقرير تيقول فيه انه صحيح ان العناصر دخلت من الجزائر وان الاسلحه دخلت من الجزائر ولكن بدون علم اي سلطه من السلطات ديال الجزائر. اسمح لي على المقاطعه لان غنجيو ليه في التفصيل في المحور الثاني العمل المسلح وما يسمى كان يسمى بالثوره الموؤوده او شيء من هذا القبيل في 73. الا رجعنا للعلاقه مع الوالي. مع الوالي دائما نرجعوا من تندوف من بعد شنو تقرر؟ شنو تقرر؟ تقررنا انه دابا الان قال لي السلاح قلت له السلاح موجود عندنا احنا موجود نقدروا نوصلوا تماك والعناصر ديالنا يمكن قال لي حتى هو حتى انا عندنا عناصر اذا قلنا نديروا واحد اللقاء مع رئاسه الجمهوريه الجزائريه ومشى وفد فيه الوالي وفي عبد الغني بوسته من عندنا تلاقاو مع واحد الضابط في الرئاسه على اساس ان احنا باش ما نحرجوكمش مع المغرب وباش ما نسبوا لكم اي احراج حنا غادي ننطلقوا غادي نحاربوا الاستعمار الاسباني من تندوف ولهذا ما طالبين منكم اي مساعده المساعده اللي طالبين منكم هي انه تغضوا الطرف الا لقيتوا شي حاجه شي قطعه سلاح راه ما موجهاش ضد الامن ديالكم الداخلي انما موجهه ضد الاستعمار. وكانت هذه العمليه فعلا
هذه تعطينا واحد البعد لان تنحاربوا واحد الاستعمار والمنطقه الوحيده اللي مازال فيها الاستعمار هي تماك. غادي يكون واحد الدعم ديال يعني عالميا ولا هذه المسائل وداك الشيء. فهذا كومشات المسائل. وفي هذا الاثناء كان نعقد واحد اللقاء في قدير في 73 اعتقد في نعقد لقاء في أكادير ما بين المرحوم الحسن الثاني ولد الدا وبومدين ديك اللقاءات الثلاثيات. في هاد أثناء الولي من بعده بشي 10 أيام جاء عندي قال لي راه درنا واحد العملية غير نجربوها ضد الجيش الإسباني في ناحية العيون وأنه فعلا كان دارت تماك تخلق بوليزاريو تماك تخلقات بوليزاريو. ولكن غادي نرجعوا واحد شوية اللور يعني شكون اللي دافع انه بعد اللقاءات اللي داروا مع الاحزاب السياسيه مشاو هاد الشباب وداروا واحد المظاهره في طنطان 69 اعتقد 70 ووجهوا بالقمع. اش كانوا كيطالبوا؟ كيطالبوا ان بغينا نحرروا الصحراء المغربيه اللي جدادنا خلاوها لنا رساله بغينا ديك الساعه وجههم الفقير واحد الحمله ديال القمع واعتقلهم وكاين اللي تعذب فيهم وهذه جعل عنده واحد رده فعل هو اللي جعلتهم انهم ياخذوا موقف. ولكن لما تاسست البوليزاريو ما تاسستش على اساس الانفصال على اساس اللي نحن ما كانوش تابعين لنا في التنظيم. قال واش ممكن؟ قلت له ما كاين مشكل بغيتوا تاسسوا التنظيم ديالكم احنا ما عندنا اي مانع. فتاسس ذاك التنظيم وكنا كنتعاملوا معه على اساس انه جزء من التنظيمات المغربيه اللي موجوده.